هذا الصباح هندرسون وأنا وفريقنا من ABC ومن CNN هم الوحيدين الذين رأوا هذه الأسئلة، وكلا المرشحين ستسنع له دقيقتين للإجابة على كل سؤال وعلى أسئلة من الإنترنت، وسوف نحاول الإجابة على أكبر قدر من ممكن من الأسئلة، وبالتالي نطلب من الحضور هنا ألا يبطئ ويبطئ العملية بتصفيق أو غيره. إلا فقط في البداية، الآن المرشحين سيداتي، المرشحة دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. Thank you very much for being here. We're going to begin with a question from one of the members in our town hall. Each of you will have 2 minutes to respond to this question. أمامه دقيقتان للإجابة عنها. السؤال، السيدة كلينتون، أنت من فزتي بالقرعة وبالتالي ستجيبين عن هذا السؤال.